السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين 5 صفحة 76. حدد من بين العلاقات التالية التي تعبر عن دالة خطية محددا في كل حالة معاملها. إذا تمشيو للدالة واحد إف واحد معرفة ب إكس معرفة ب إف دو إكس تساوي 3 إكس. إذا هذه الكتابة هذه إف إكس سالب 3 إكس يعني أن إف دو إكس إف واحد ديال إكس كتساوي 3 إكس. إذن هذه الكتابة هذه هي كتابة ديال دالة خطية معاملها هو 3. إذن إف واحد دالة خطية معاملها هو 3 اللي كيكون مكتوب مع إكس. إذن الدالة الخطية هي كل دالة تكتب على شكل أ في إكس، أ عدد ثابت. نمشيو للدالة الثانية أن إف اثنان إكس سهم اثنان إكس. إذن هنا اف دو اكس اف اثنان دو اكس تساوي اثنان ناقص اثنان اكس ناقص واحد. اذا هنا عندنا اف دو اكس دائما كتكتب على شكل واحد العدد مضروب في اكس، يعني ماشي زائد او ناقص واحد العدد. اذا هذه الدالة هذه ليست دالة خطية. اذا اف اثنان ليست دالة خطية. نمشيو للتعبير الثاني. عندنا هذه الكتابة هذه كتعني اف 3 دو اكس كتساوي 5 اكس اس 2. حنا كنعرفوا باللي ان الدالة الخطية هي عبارة عن عدد مضروب في اكس، اذا ا في اكس هنا اكس اس 2، وبالتالي هذه الدالة ليست بدالة خطية. اذا اف دو 3 ليست دالة خطية، لان دائما الدالة الخطية كتكتب على شكل عدد مضروب في اكس فقط. نمشيو للتعبير الثاني. عندنا اف جوج نقاط اكس سهم 8 اكس ناقص 3 اكس. اذا هنا اف 4 دو اكس كتساوي 8 اكس ناقص 3 اكس، هذا هو المعنى ديال هذه الكتابة هذه. تساوي هذه غنبسطوها هي 5 اكس. اذا هذه عبارة عن دالة خطية معاملها هو داك العدد اللي مضروب في اكس هو 5. اذا اف 4 دالة خطية معاملها العدد 5. شكرا على المتابعة.